بياده اقل جندي في الجيش المصري وتحطها عليها، لان هيبقى ليها شرف. والله اقسم بالله العظيم انا لو عندك في الاستوديو هجيب بياده اصغر واحد في الجيش المصري واحطها على راسي، ولي الشرف. خلي بالك عظيم الشرف ان انا احط بياده اصغر جندي مصري على راسي. تقولوا عليك عبيد البياده. مش انا لا اعبد الا الله عز وجل، انما البياده على راسي، بياده الجيش المصري اقل جندي على راسي من فوق. الحاجه الثانيه عايز اقولها لك، ما تزعلش مني ولو زعلت انت حر. شوف اذا كان هناك من اساء الى الجيش المصري فهو انت. أنا؟ ليه بقى؟ ايوه قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ طلع نفسك. السلام. في بلد اسمها جمهوريه مصر العربيه كانت اتشالت بقى على الخريطه. اتشالت بقى على الخريطه، ضاعت، اتسرقت بقى على الخريطه. والجيش المصري رجعها في 48 ساعة. لما انت تيجي بقى انت وانت عارف انك انت دلوقتي برنامجك، وانت عارف ان انا ما نفعكش، وانت عارف كويس قوي العلاقة اللي بيني وبينك، وعارف انا بعيد عنك. لما تيجي انت بقى احمد موسى يخوفنا من 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 ابو الهول وابو البراتعي وابو المفتوح، وتقعد ترعب فينا ولا تعطي للجيش المصري قدره. لو انت مش عارف قدر الجيش المصري ما تتكلمش عنه. لو الجيش المصري مش هيقدر يحمينا من شويه التبابير اللي فضلوا لما عش التبابير اتحرق وطلع دبورين ثلاثه يخشوا بيتك هيلقوه،